إذن ما زلنا ننتظر كتابة الفصل الأخير للحرب الظالمة على قطاع غزة، ونتمنى أن تكون قريبة وتتكلل جهود الوسطاء بالنجاح حتى تزول الغمة عن الفلسطينيين الأبرياء ويتذوقون طعم الحياة من جديد، ولا تزال أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة فرصة سانحة لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها كل لحظة بحق المدنيين في فلسطين.